بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكلا بقول تضباطني لحادي كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحج بين كسوة الرباب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت وحبابي هاي حجك إن لقى حج لقى جودن كرقف كأن أودي كرين إن أودك عريان نمو أما على نمو وكله الحج عن العاجز إنك أودي وإن لقى حجي لزمانة زمانة ما كوا عض بقى أما وعريان نمو وحين نغنى نجو قف كان لحات سود ما يسترين إن قال إن قبان كرين تبرتي سنة أن حجك كنت كرين بعد زمان لقى وضع يو هرم من جبو ويا اللي ما درت بوسن لا سفر كرين حجك لا تجي كرين يا ونحوه ما وحي اللمده او للموت ام الجيربه قفك دنتي ان لقى حجين اصنعين لقى حجي كره. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب الزهري عن سليمان ابن يسار الهلالي عن عبد الله بن عباس انه قال كان الفضل بن عباس وحوها رديف رسول الله رسول كلاه مدفنك شنبوها مالك حجه الوداع فجاءت امراه هوين يبان نبقى اوتيمت هوين يا اوتيمت رواية حديثك ثم جاءته جارية شابة من خثعم ورواية حديثك أوليها وكان الفضل رجلا وضيئا أي حسنا جميلا وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة أي أنه أما وضيئة أي أن هذا قرح حسن قبل هذا قرح حسن إيه عباد يفضل ويسوق قرح أبيه ويسوق هذا قرح حسن أبا يا مركة إسفيرندونا فجاءت امرأة أوينة بالنبقى أوتمد من خثعم قليها ريقة مهرمية تستفتيه أيضا السؤال ويدي سريس النبي استفتاؤه وبيان طلب الحق وطلب بيان الحق وإن مرك حق لغو عد أيام الشيء خير كالغو تصايا اللي ده ده فجعل الفضل بن عباس حقو ذا قال ينظر إنه إيجي إليها قبادي نبي سؤال شو ويدي سي وتنظر إليها إنا إفيرنا يسوف فجعل رسول الله رسول كلاه وحب بالله بي يصرف وجه الفضل وجه فضلين اللي حين أيها النبي قد قال إلى الشق الآخر لنك كالي قبل أي سنجر وتشيذين أيها حقا دم من توقع أنت كمر شيء إنه سيتشي ذي وأنه يقصه مري حديث كده رأي جابر في كتاب الحج أهران تسأل أنه يقصه مري قال وحيتري في سؤالها أو في استفتائها يا رسول الله رسولك الله إن فريضة الله على عبادي في الحج فرضك إلهي أدميز وكل أي حج كساب سني أدركت أبي شيخا كبيرا أدركت أبي أباه بيها لا شيء حال كونه شيخا كبيرا أو يهني وايلة وضيئة لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أما واصفه وضيق اللقاء صفين أما وحاله بحلو رنجر عربية الحال الأحوال المتداخلة وكلمة كان نغونيسا لبما ملا أباه بيها قبطي حاجبا قبطي حال كونه شيخا صغو أقوين صغو وايلة حال كونه وحقاقه في أصغو أموي أصغو وين وويل لا يستطيع أن أودي كرين أن يثبت إنه كسقنا على الراحلة الجديدك جديدك ما قبان كرد درتيد يويل نمو أفحج عنه نبي اللهم كحجي كرابتي حجك ما كقدون كرا قال نعم نبي وذلك في حجة الوداع سؤال شائي أرن كان وحوها حجك سقوتك قدام بيب النبي أو شاك جوابي رواية حد كله وذلك في يوم النحر غداة جمع أرورتي النحر يقولون روغة طبناد ولبا أرورتي لقصوك الله مزدلف جمع أي سؤال شاك بعد النبي ويدس عليه الصلاة والسلام رواية حد كله فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها قرح ذا ذليا ويآد بوفير شي مركة إذن هو شاس النبي سميه مركة وكل حي خلت كأسقها حديث كان هذا إنه مرة إنه وذاك اللي هذا مالك وحم متابعيه وذاك عبد العزيز النبي صلى الله عليه وسلم الماجشون عن الزهري كمتابعيه مركة وعن رأيت مالك حديثك وحكاده من حديث ابن عباس من مسند ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصقع كور رمي قصدي يوحد دعاء دحمر النبي يفضل يوحد دحمر جبر السائلة هيدا النبي سؤال شو ودي سيا النبي يوحد دحمر هذا حديثك وهذا رتان ومن حديثه الفضل بن عباس فضل لنا فضل لو حوها عروت عباس ابن عبد المطلب نيك اوين بوها وبذكر دلي عباس بن عبد المطلب نبي قادر كي اسغا اوينا صدرت يد بلغنا لوغنا نيسام لو كيو بخي عباس ابو الفضل اللي اورن جري اسغا اوينا
وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس بن إسحاق السبيعي عن ابن جرير عبد الملك عن شاب الزهري حدثنا سليم بن يسار عن عباس عن الفضل وروح نسوان بالري مالك عن الزهري عن سليمان عن ابن عباس عن رسول الله بين الصمر هذا نود وجهه رواية من جريج الصوح وكذلك حديثك من حديث الفضل بن عباس هو ابن عباس ولكي واحد كورنا يا مركو مسند الفضل بن عباس ما كان من غنيه مسند عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة هون من خثعم الرياخث عما قالت يا رسول الله رسولك إن أبي شيخ كبير أبي ونوي لا أدقى عليه فريضة الله في الحج دوش سو حاصر وقبطي وهيزول لقول يا هاي فرضك إلهي حجك وهو لا يستطيع من أودك أن يستوي أكاده على ظهر بعيره تجس دوش سنة مقبا كره فقال النبي نبي حر عليه الصلاة والسلام فحجي عنه كحج حجك أدو كجذو رواية أحمد ما شهر عليه فريضة الله في الحج وحكتمت والحج مكتوب عليه حج كان والولى وكواجبي ما شهر ضنبئة لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره وحكيمت وإن شددته خشيت أن يموت هذا أنا أباي بالسوق هذا أمرتي وكسو حرحلون قرد الصوص صاروا حنكبقين نبت وكبعضه ما شو قاري وعن تتبوي مرك النبي وحولا كحج آبها آبها كحج سيدا ابن جرج جد أكوري وحاكم متابعي معمر ابن جرج وحام متابعي معمر مالك نوال متابعي إن حديث كلا قد من حديث عبد الله بن عباس أون لقد من حديث الفضل بن عباس ابن جرجنا معمر با هوشا كن راعي هوشا معمر با سيدا كن راعي طيب مركو ويبا بدنك بدنك ران كويك بدنك ران الله بي الله بي وحان رباني وبين المتابعين لعقاد حديث كان مرك فوائد بدن با كجر فائدة كوباد كجر توحاوي حديث كحو كتوصا هي اين اي بنان تاي قاديد كنول ان لا اسلكوري كرو لبا روحي يكا بدن با هدوسن ديبينين عليسنا وسنكو اهين نيف كان لغو عذاب ان اي بنان تسو نبي عليه الصلاة والسلام وحاكو كجر صوت المرأة انو سن عورا اهين ان فتنبا لغا بقام ويين واتجاوبوا النبي قال الله ليس النبي يقول جواب يا مان دهن او شال لو ما اوغلو وانا مساله خلافيه وعلماء اسكو هيانا واكتي دبك كتان كتاغن وها كلو كو جيره اني سن بناني هوينيدا غيان كادا اناد فيرسو لي شهوه نو اكت اما عند الافتتان الله اوغلين ان ضروري حاجه شرعيه بتما دمويين النظر الى الاجنبيات اني محرم يا هيبا كو جيره وها كلو كو جيره منكر كا اد ارغتو أظن أفبك الشيئين ونفك عن روحنا قعنتم اللي قبض لا يكفي عنتها يوالك نبي رسول الله لم بفضل ابن عباس أيه اللي قن شباري حق وسي كذي هوشنا ك كصحة وجوش وكير هوش هيدا مرك الأصل هو محشيج منكر كأو إن اللي قبض له اللي قد دورشو قعنتها مرك أهو الرئيس بقى مرك أف وحكاها الله إن قعن أودي واي قعنتها أهو الرئيس أصل كواسدة لأنه قعنتها كفي عنها يد وحي بيزول ليس ومنكر كي باب بإنيسا أما هذا الكوعوي ورأضو وحن جوجو ورك يقاضو مركا أصل ومركا وحوي هدان فينا لقب قينين أما منكر كا كبضا ينوي ما دعان لقب أن لفلينين قعانتا أصل وأه وحاكو لو كجرا جواز النيابة في الحج عبادتك والله بقي بط أركان تنأفرت أركان الإسلام كلا يدادو متك التوحيد كأصل كأمويين صلاة هي الزكاة هي حجك هي صومك صدح هذا أفر تاوي الزكاة أيضا إن النيابة قشوة مسألة إجماع الزكاة إن لسكا قادي كرو أو لسكا بحين كرو أو وكالا يكون سعون يسو وهوش أي قشوة أيضا محايا وعبادة مالية وعبادة مالية صدرت النيابة قشوة لسكا وكيل نغن كرا ولقا قادي كرا ولقا سيب بحين كرا روح بد وكيلان كرتا حولها يكون واجب حولهم بالزكاة كبحين كرتا قيل هذه بالغوية شقالين قال أنت ما أنت تسوق كسو إبسات بحين كرتادون قيل كسو نقولين إذن الزكاة أيضا وحكم شرعي أو نيابة أي قشو بالإجماع وحصوها رسالة صلاة فرض كان نيابة ما قشو ليس كما تكدو بإجماع المسلمين وحخلاف كجرا وصلاة النذر كا وصلاة النذر كا حيا صلاة وعبادة بدنية ما لك ما صوقلو مال ما لك ما صوقلو وعبادة بدنية وشرك هذا هي بدن كذي ذمذا الله جربه أيضا الله إسكما قاده لإسكما تكده روح بالروح كتكنا يوم ما قلي ست خلاف السوق جوريا وخلاف أنصر الله هاي وهي وقصة بس النذر كذي النذر كنا وقت دوان ياي لأن الواجب بالنذر
أكدوا أو أوكدوا من الواجب بالشرع بالله إذا سووا أضاء السساري طيب وحن ربك أحرم بعد كحرمي وحن ربك سارم بعد السساري الشرط وصوه هولي سوى البدنية محاصوها ري والصلاة ويب بحد الزكاة ويب بحد وحاصوها ري حجي الصوم حجي الصوم صوم وانصوهر مريني كما سبق أرضك أدرانتها الليل كما سيأتينا وذاتك أدرانتها مرك كما سبق وي وان صوفا فانا كن نقن ما يدين كيدين تالا حج بينو جوغنا حج الصوم وعبادة مركمة من مال وبدن وعبادة مالية بدنية وأوكتي خرج باللبحين قايد باللبحين صايب باللبحين هذا دو بحوال لدينك قادة روح مكتي باللدينك قادة شان كونو الدولار فإن يوروبي كو حجية يوروبي قلبية طوري طبان كونو دور بلقزو حجية مكبضا مغوي لباتون بمريسة وكو كاسة لباتن بين مريسة قف قارس لقود لنا مكتس هو هل مليان مانت هل مليان سوزيدا ما قوليان سوماليدا ميش الجوغة بحالي باش بقول هلا هذا من أصدن كنا لباتن كنا لقود بصناعي ميغو ويميكو بانت اللي بان ملي هذا مطمون بين مريسة هل مليان هل مليان بين مريسة مكتي ما كي يلا بدي لسوق الكيلو يلا مليون لقدر جهايا لو أتون كون دروام حيوانين نين مكتي كبدون بقول حالا ضحك بدون مرك حاجك حوية شيء الكسر وياش المهم وعبادة بدنية مالية مر هدي مرك مال صوق علي وحم مال كجيرنا أصل وحو أهائن نيابة أي قش حاجك مرك قلان قل كاسولة يعني هو أصل أي لبا أصل كلا جيدنا يا وحد مغلي جدا فرع اي كلي جدا هيان لا باس هذا هو اصل اي كلي جدا هي لا باس مركا سيدو حديث كو شيغي بانا صحه نيابه غشا ماشي غشا اسكو قال هدا قفكو حتى هدو والين لا ما حجي كرو ما هيلي ومير سنكر مانكا اسو لابن كرو هدو حجي كرا علم هيرك لا ما حجي كرو ما هيلو بالغ كرا فقير كان وحبه هلي كرين نول حيغا لا ما حجي كان مخا يلي بريبه الهي انو ديقو او تنادا لا يابا روح حنون سن اي سررت سار لا ما حجي كان مخا يلي بريبه انو عاف مدا لا يابا يا لا حجينيا وقفك وايلك عريانك اما علانك لخ لخو دمهسترين اما حنون سن حنون ان لا لا وعال قبي انو ككعو هذا بقولي بخلاف بكتيرة حلوس مرض لا يرجى برؤه أو شفاؤه وهذه كتير بناء لي وحول بإله وكوا إله وعافيه كرا إذا الله بروح من بلقى حجي كرا والله بدي ويلك النفط وحجي كرين يعريانك علانك ويل بيصنقون إلا أصور عن حجي كرين لا جديد أنكو حجي كرين ولا سعد كيسا يقف لنتي أميده وإنه صنع لك في ليت صدح الرحوي قفا ويا لما الحجي كرين يقفا عريان لما الحجي كرين يقف لنتي صدح لهم بإجماع كجرا وإجماع هذا وإجماع دنبو التابعين ويحلق السحابة خلاف علوس باتاقنا بل لما بال إجماع لسوقر وحبك مجران وحبدي دنبا ونما باقبا لا نيابة في الحج كما لا نيابة في الصلاة لكن وإذا ده فوضيست إجماعات كرأي الجمهور كارلقة كابن عبد البر ابن منذر إيو وح إجماع أدو ويسو قرنية المهم صدح لهم ويسكو قاد يعني الله فوضيستان أوشا يدا أوشا إسكا إلالية قول يا ليه العقبان دي بينا هو يدها لقى سوحجي أباه لقى وابتشوغ هذا وذا دي ويتشوغ تا أبيه ويتشوغ قف أساقو أن أوودي كارين مال يبدل منا أنكو أوودي كارين وعريانا أما وايلو لا أودي كنا أما دنتم بلغ حجنية حديثكم مركم مع ناس وحكالي أصل وحاوي إن لقود دايو نيابة باب كم مقش إن لقود دايو وأكل حديثك وجراء جواز حج المرأة عن الرجل والعكس صحيح إن دمر أي رك حجي كران لبكو إنو دمر كحجي كرو لبكو إنو لد كحجي كرو لد كحجي كرو لبك حجي كران ولورن ما يدهدو هويني باتاي أبدا وعلى إسكا حجينية وعاكو لو كجر بر الوالدين لبدي والدة كورنا شاي متكوت با أما اللبضو بكي كورنو لإن لغا
لقى دعائسته والله دداله وعباده ده دمير لقوه بصده وهذا حجيو وياه حجك لقى حجيو يكره وهذا دنتان لقى ورقبه وكنا بيقول لقيت ابن صبرة أبو رزين العقيلي هو يدي بعد ما طيدون حجين عمره سنين نبى الله حجة عن أمك واعتمر وكي كجيرك كحجي هو يذا كان عمره يزدو مركا روايك حجة عن أبيك واعتمر أباها كحجي كان عمره يزدو مركا وشا وإن أيضا لقود دالو بالربا كجيرا وحاكو لو كجيرا إن حجك كو واجبي قف أن أوذي كريم ببدنه مركو كو أوذي كرو النيابة كو أوذي كرو إذن قبضوا محايتنا مكا النبي قوة الرميس عليه فريضة الله في الحج روايته هرنا محايا هاي أدركت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا نبي قلنا واصل لي رواية أحمد والحج مكتوب عليه مكتوب عليه مالكي ذي مركا يري قبض حج كيد وتضوع بقون قنا يضيقي سنة أهم صدقه أنه قنا واسنة سنة الحج وحج سنة أي ما أها حج واجبة أي ما شكو بابا يقول لي يا حد يكون ردني وحاكو لو كجنا إن لأوران كرو حجة الوداع وذلك كان وذلك في حجة الوداع جماعة من السلف بادلوا حدا أبدا لما أرنكروا حجة الوداع لما أرنكروا مركوا ديداء دليل لهين لأن المنع عن شيء وحكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي وضعي ولبا ماها حتى دليل تكليف فإذا بس حتى قوام في الله طيب وحاكلوا ولادك قاتن حديث كيدهن وحاكو جرا إن هوين يد بلا محرم لآن إذن محرم لسعونين نن لسعونين أي حجي كرتو وقبردان سؤال نبي قوي ديسي هدين لسعوده أما زوج كذي لسعوده أما أبهدي محرم لسعوده محرم كان نبي سؤال شو ويدين له وحي أيضو أفكو أولب حدي نبي قوري استاكتي إيش هلا دوبي هاي وحكا كافي ويدي بعض المالكية سدايلي لكن صح ما سحبا معايا لقبردن حديثك رواية مغلى الجمعية أبهد بالسعود أبهد بالسعودي ويل كان لقى حجين هي السعودي كهلا يسنى وأوجد وأبهد به مركا وأدي أبهد قبر آد قرع سنبايا هيد نينك دلائي بالسو حجيو كياني وحكوا على القبي إنو النبي وكقرصده مركا النبي قال لو يمد ومالك من الله تجنا يوم النحر يوحور سؤاش انتو دياري أرضو كاس النبي سؤاش ويديو بلاكو أركو وانت أصلا حيدني قرأت قرع سن بعيد أفكي بي الله بحضي سؤاش بي ودي سي دمر كنا مكا ما يندى شرها دي لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه لأنك الرجل لما أقول مركو حاجيك يا معتمر كينو قريو مضح دمر كان لما أقوله وجهه إنه قريان وجهه ذي بفيدن حسن جدي وقروح جدي بلع ذلك سلقارك هيا مركا جبرنا أن مركا عدة كهل ليزو أي ليلها أباه يوايل أحد كسو قال من حجي كر جايد نما قبان كرادان سكود أنا جايد كي أنصارنا ورد إنه دنتان نقب قينا ما كحجي كر نبي وكحجي بقول أبيه تبلا سعيد محرم لان ما يسنا هاي مركا حد هوش محرم أدل كلام وياني هوش أسي لو مد للشيخ محايد انه مع به لسعي روايه ابو يعلى في مسنده لحكون تطوبق السودان يكوبت كفيرين كرتان وانا حديث لوغ يهوي اذا وحي سهري مرك خلاف كان ابن جريج اي ومن معه يا مالك ومن معه باي سهري الامام البخاري بحديث كان لو ويديي الامام البخاري بحديث كان لو ويديي ترمذي با ويديي ترمذي وحوله في جامع السؤال وسالت محمد بن اسماعيل وسألت محمد وحجران ويكوات كذا بخاري بويديا وقلنا لا بحب الله بوقف كذا سؤالات الترمذي الجوني بالله طبعا انت اللي أوروية بالرسائل الوقات الرسالة ماجستيرية الدكتورية ويطابع عن طيب لما مجلو وين بنقطي حديث كان لو ويديا ورم بالي بخاري وحوري انتم اين صحيين بانو ملاي معي لو حدعي كرتو يولي مركوري ابن عباس حديث كحقاقات والكي فضل فضل بهاوشا نبي ستوسا وقورين شري ابن عباس مرة والكيب الشيغا وارضا قاركوض الشيغا مرنا وفضل بايش ومرنا وإسكا قبو ذاي قصيدا ما دام تيدا يكسو قانتاي عانا اي تاي ورع عباس يقانان ومالينك حتى وانك صوم مرينو عباس النبي محمدو ان هذا يركا محلو قنت اوش بنيس
وكان زمر والنبي يقولي وحنا ركي شاب قروح سنة شاب قروح سنة يسفيرن هيو وحنا رقب بقي شيطان إنه يسكت في الدنيا النبي زمر قزعان عند العباسيين مرك مرنا والكي بكتب إنجري مرنا وكتب إنجري اختلاف الرواة ما هي واختلاف الحال شيخ حديث كم مرة وحوش يقعد وكتب إيه مرنا قصها قصة الشيخة اختصارا لسكمان علين كرسيدة وبخاري مريبانا صحة أو شو مركز دار قدني وذا دقر كويس كل بين مركز هل قصة كود دينينا قصة كود دينينا خلاف بدن مركز وسوق جوري هوش أيضا أي وذا دبن كل بين رأيك بخاري باكاس حوانا سدو مسلم وأركه هيو باب حج صحة الحج السبي وأدري من حج به وحبابي هاي سبي حج كسون وصحي المها يرى ربت كجرا حج كسون وصحي يو أدري من حج به يو قفك حجسية سيقى لأنه أجر كيه لها يو ثواب لغا قرى يو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزيد بن حرب وابن أبي عمر العدني جميعا عن ابن عيينة سفيان قال أبو بكر سوحوري في حديثه حدثنا سفيان بن عيينة يجري ومؤرن عن ابن عيينة مدهن عن إبراهيم بن عقبة الأسدي عن كريب مولى ابن عباس كريب بن أبي مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عينه صلى الله عليه وسلم لقي ركب النبي وحلقه الميكولونية قيلة كولون سفر كولونيو جيل قال سدي ركبوا اسل كيسو سفر كولونيده قافله جيلا ودتين فرده يو دمري يو احنا عاس ان ودن باليده لقي ركبا بالروحاء ماشي لورج مير هذا كنت كيلومتر اجرت المدينه بقى حق مكا ادوي ميلو دحيس مكي مدينه فقال وحور النبي وحور من القوم من القوم نبي يرياته نبي تويده ددك سعوديه ركب اي مكا اسعود فقالوا وحده المسلمون مسلمين بانا مسلمين بانا فقالوا وحده من انت ادوكما تا وداد كن تويدوكما تا ادو قال رسول الله رسول الله بانا فرفعت اليه امراه صبيه هوين كميد ددك سوخدي با المس غيربتا كسو بخيسو سو قاداي روايه النساء ان سو مر بالسنن ففزعت اليه امراه هوين با اسكو نخداي با وي نبي بانا هيا ها وي ولي ما يسارك مركا دان اسلام عقل بدن با هيدو سؤال كو تاغنيت بيت كا غارسين نبي حيث نبي الله مدك أن ببرك قوة أنتي صوب عزي ويكسو دربت يكسو جديد لو كان حجمك أصحاي فرفعت إليه امرأة هوين يبقى أكر ياش النبي سبيا من محفة محفة دربت كجر رواية حدك له فقال وحتى لي هذا حج كان حجمك أصحاي قال نعم النبي هوا كأصحاي ولك أجر أدون أجر بالليضة إلا وصاب بدون قطوات كنتي وقت ما تكون بحنيسة محظورات الحج بتكير هل أنت أودي كرتو بركه شاسي حديثكم النسائي أبو داود بن كسمر حدثنا أبو كريب بن محمد علاء قال حدثنا أبو أسامة حماد عن سفيان الثوري سفيان كوسفيان الثوري عن محمد بن عقبة وإبراهيم ولالكي سدح ويلو ولالاء نن وموسى بن عقبة لذا وصاحب المغازي والقرنيسان ننكي كل غعان كأها موسى بن عقبة الأسدي بالليلة ذا ننوى ولالكيو محمد بن عقبة الليلة ذا نين صدح أنه ولالكيو إبراهيم بن عقبة الليلة ذا صدح ذا ننبى ولالا وإبراهيم محمد يا موسى كل قد واثقات أئمة وي جبال حفظ ويتقان وي وحديث بضان موسى بن عقبة وننك أويرا ننك مغازي إسكالي موسى بن عقبة الليلة وننك صدح أن أويرا وي أسقان أقوى حديث بضان ورهيم مدينة من كان أيها أساس حتى وإنه كمر النساء سوى سيدة شرحيا وشوفا فاهيني وحانا أوين نمانك نكل يا محمد محمد با أوين إبراهيم با كحيقا موسى أغير ابن عيينة مركا حديث حقاقة عن إبراهيم بن عقبة صفيان وحقاقة نمانك نكو أغوين ومحمد بن عقبة اللي دادو عن كريب عن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال رفعت امرأة سبيا لها هوين إبا كرقة الضي الماء إذا شيء والنبي تستفى قال وحيد يا رسول الله رسولك رسولك إله يو ألي هذا حج كان حج مكاء صحية قال نعم ولك أجر ولك أجر أجر باكو أهض مر لباد بسوع لي طريق سفيان الثوري مسلم حدثني محمد بن مثنى أبو موسى البصري قال حدثنا عبد الرحمن يعني المهدي أبو عبد الرحمن المروزي حدثنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن إبراهيم بن عقبة إبراهيم بن عقبة هوري وكقادنا ابن عيينة حديثك أيو مركا دنك قاتع عن كريب مولنا عباس أن امرأة هويني رفعت سبيا لها فقال يا رسول الله ألي هذا حج
قال نعم ولك أجر. وحدثنا ابن مثنى عكس الله بن مرصد حاد سفيان الثوري مسلم حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس بمثله ولركي سين مركا سفيان الثوري أصو روايته رحدك حكا دغاي موصول مسنده سفيان الثوري عن محمد بن عقبة عن كريب عن عباس عن رسول الله وحديث مسند موصول وكذا رواية الدنب رواية عبد الرحمن المهدي أهيد وكذا وحديث إبراهيم إلا كيرو محمد عقب رواية إبراهيم عقب وكذا اسمها ثوري مرسل كريب عن رسول الله هو ابن عباس مشي كريب عن كريب أن امرأة رفعت سبيا فقال يا رسول الله إذن صحابي وقوي رواية الدنب هذانا إسلا صفيان حديث محمد كذا مسند لكن محاك لدوان من نوى إبراهيم من نوى محمد هل كو حد كو قالت مركة سفيان الثوري هدو حد كورينا من طريق محمد يسند من طريق محمد عقب الأسدي هدو كورينا يسند حديث كو إسنادنا يا ووصلنا يا ابن عباس بوشيق يا هدو من طريق إبراهيم عقب كورينا يانا يرسل سفيان هل كاسو كو قد يا أسو أسقنا حديث كسا محفوظة وحوق بدن انه مسند هي محايا الي عبد الرحمن المهدي وحام متابع فضل ابن الدكين نيك لورنجر ابو نعيم عن الثوري عن عن كريب عفوا عن عن محمد العقبة عن كريب عن ابراهيم عن عباس نسايب انك سو مره حديث كان مركا هذا انه مره ينط الى دار قدني با اسكلا لا شيء الامام ابو الحسن دار قدني تتبع يسبق لي سديتني اللحي واسكل الله هرتي وحكاها الله الامام البخاري التاريخ الكبير وحكو شيخ طرق الحديث كها الله ري ابن عقبة محمد ابراهيم موسى كل وقت وكاني سوء وذي وحوي لاسو اخشى ان يكون هذا الحديث مرسلا في الاصل وحنكبق يا ابن الحديث كان اسال كيسو انه مرسل اها قليها وصلنها هي اسنادن هي انا ايكو خلدمي تاريخ الكبير مجلد ككوبات بقول سقاشن يسديت بتكفيرين كرتان بخاري هالكاس هو قبي عبسدا أو كعبسدا اختلاف قال لسكو خلاف في حدك في الوصل والإرسال درتت بوجد تجيف ولم يخرجه في صحيحه أما مسلم حوار كخلاف قاسي إنه صحيح كدي بينين وهذا هو الصواب بخاري وحاكسه الري ابن معين أو يدي إنما يرويه الناس مرسل عن كريب أخطأ فيه ابن عيينة إنما هو مرسل أرسله الثوري القاس وصوغ اللمري قول شيخ مركه وارد دغال كباني كتاغن حديث قد اسل كيس وحين كوسو موطو مالك مركه انه اخرين 913 بين كوسو مري روادان هدا مسلم وكب اللابي من طريق ابراهيم اذا مسلم حمرك حجيستي طريق ابراهيم عن عيينه طيب محو ساوي الى مسلم وهذا من دقتي بعد ما مركه هلكن لمري انه حتى شيخي سي كدقيق سن يمحي الي لان الناس اختلف على الثوري ولم يختلف على ابن عيينة سو ابن عيينة أرضوه حكاقة طوردان حتى كم حكاة دقين مسند موصول فبدأ به مسلم ثوري ومتابعه كياني ودن بيزي ودن بيزي لأن أصحاب الثوري اختلفوا بعضهم وحكوريا ثوري أصوى مرسلة عن كريب عن رسول الله أكثرهم نوح حكوريا أصوى موصولا مسندة إذن سيف عن بؤ ترتيبي حديث مركا وحديث اسكوين رقوا اوي ابن معين وميل فرديا بخاري وإشارة مصيبة كتغي دار قدني وننسى لنا هاي طيب محال لقصة ميني ابو جعفر الطحاوي اسوي حديث هو كياني شرح مشكل كيس هو كياني ادب وقه الله رقوا لنا وردي ابن معين وركيس انتو صغي حولي ما عمل يحيى فيه في هذا بشيء وحكوها الله يا ابن معين وحلا شوقها ذكر ما عمل يحيى في هذا شيئا وما رواه الثوري الا مرفوعا كما ذكرناه حتى الروايه الثوري وعوري ارسالك وشاد سيد ضبع المحفوظ عن الثوري والوصل والرفع وي ابن عيين سيدي سوكالو يلمري وركا مركا مكا لقى الصوت هذا الكوفي عن مسلم وحوين تغري وحوي وكلام امام احمد حنبل احمد بحيث كلا ويدي او بكى اثرا باويدي مركا وحنقول بحديث كان مصحيح عن كريم مرسل با
من سوى صحيح عن عباس عن رسول الله موصولا مركز وحيري بل هو صحيح عن ابن عباس عن رسول الله وحائر ابو الثوري إن الثوري ومالكا يرسلاني مالك سلم وطأ سمي إيا الثوري وننك ذرقتي يا إرسالنا يا أحمد فقال حلو معمر وابن عيينة وغيرهما قد أسندوا أحمد وأدي ذي نحن لقوع الله إرسال ورك صاحب كيسي خاص كاي ابن معين بناك وطوري حلو معمر إيو ننك اللي ذا ابن عيينة إيا حفاظ كالي ما لابد بسميه قد أسندوا مركز وحوش يجي طرق ذي بقيبة المامي ابن عبد البر سدى مركز أمري أحمد وحامري نسائي في السنن وحامري إمام مسلم وحامري ابن خزيمة ابن حبان وحاكل أمري طحاوي وحامري ابن عبد البر هذا الكيسي هذا لا تقيم بضم بوليها سوى ابن عبد البر هذا سوق هذا سوى حسكو دهي إنه رواية كستقون أشيك تمهيدك صدن سنو قري كتابك تمهيدك كتاب سألان معه إلى ابن حزم أويري كتاب المسلمين تقرين وفق الأحاديث كصحاب سن وكفي عن مجروري وأنا رنتي إلى أمن كارك ميزا استذكار كتميد كذا صبر بدي قطط شقاق بدي قط وحكم دافي وغيري هاي وحكم دافي وفق المسلمين أما تعليل كولا كدافي ما هي مركو أول شيء هذا وجهه اللي وحيري ابن عبد البر روى هذا الحديث عن إبراهيم بن عقبة جماعة من الأئمة الحفاظ فأكثرهم رووه مسندا هذا هو الصواب الحديث كان جماعة كقات إبراهيم بن عقبة بضن كودنا وحكور ياسوق المسندة مركز وشيء نول بإسنادي واختلف على الثوري فيه وكذلك اختلف على مالك بول مالك رسالك سمحية الأرديسة واسكو خلافت ثورنا أرديسة واسكو من رافتي وحور ومن وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى والحديث صحيح مسند ثابت الاتصال لا يضره تقصير من قصر به لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات وسيد أحمد ومريوي بركة حديث كن سمح إلى الله باحق بدن أو المحفوظ ومحي المحفوظ هو الإرسال والوصل لبضبا محي إلي رقي إرسالك ورنا يرى وأئمة حفاظ وحفاظ إشهاد كل شيء منه رقي وصلنا ينا أيها عبدالله وحفاظ مرك كلاهما ومحفوظاني عن الشيوخ شيوخ ذا مرة إرسالين جري مرة وصلين جري محايا إلي مرة فهمي سنتا هنا أبترك واضما يستري مرنا واسكسو قابساني تساسنا وعدقا لقوية قانو حفاظوا إنا السماية حديثكم مرك انتاس بينو كغتقين إن شاء الله تعالى يا شيخي حق مثل يا حقيقة الله ما يحمل الله بري إبراهيم بن عقبة محمد باسوكر رزومة محمد بن عقبة عن كريم بن عمن عباس بمثل حديث إبراهيم بن عقبة لا أنت كلا اسكمت بك يسومة أنت كلا المثنى عبد الرحمن المهدي سمير الثوري معي كل دوين كلية إبراهيم محمد إبراهيم محمد ما يا بمثل هذا يعني رواية هرمان اسكو حجينا ذو جدال ما يا وحور ربا مسلم إنو علايو مسلم إنو علايو رباعي عبد الرحمن المهدي يعني المهدي بقى لبدا قربة صور نقضي مرنا وري مرسل كمرنا وصل قوري عبد الرحمن مدى عن الثور مرسلا عبد الرحمن مدى عن الثور مرسلا مركو حس متابعين يا ولا بدا وداد لا بدا شيخ ابراهيم نيو ايو محمد بن مقنيس هذا وجدا وصل كان وين نكون كرتايو سيدي هرام بو اسنادي حماد بن اسامه ايو نين كان اسنادي لكن تو حكى دي سهد سفيان ان كقادن هي عبد الرحمن مهدي يا مرنا وصلي مره ارسالي باب فضل الحج مره في العمر وحبابي هاي حجك إن هالمركلي واجبه ومسألة إجماع هالمركلي واجب حجك ويحكدن بيا وسنوين هالمرن بعد حجي ويحكدن بسنو وحدثني زيد بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي الجمحي عن محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله
رسول كلابا نو خطبيه فقال في خطبتي أيها الناس ضدوا قد فرض الله عليكم الحج إلهي حج بن كفر إذا فحجوا حجيا حجب إلهي تكون واجب إليه حجك قتا. فقال رجل من بوحور وأقرب من حابس التميمي روايتك في الحديث كعدي فقال رجل من بوحور أكل عام يا رسول الله نبى لما سند والبال إسكربا سند والبين أن حجنا مواجبة. فسكت نبي موسي عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا إلى صدح جير كعلي ودتك سؤال شاق من حابسها. فقال رسول الله رسولك بوحور لو قلت نعم هدان ها أرن لها لا وجبت وواجب الإسلام بين حجدان بواجب نقول له ولما استطعتم بيدا أو الدين هدان لو سند وبين الحجية واجبة قف كستان الله قربا بيدا أو الدين. ثم قال النبي كذب حولي ذروني إغتقى إداية دعوني رواية البخاري ما تركتكم انت إن يندايني أنا أقول انت حكم كاسا لذين كولي وحاسا لذين كرها وإذن كورانوي قد قد كي سؤاله إغتداية. فإنما هلك من كان قبلكم ذلك إن كوري وحكوها لك سمين أو يهودي النصارى وحكو رقم ذين بكثرة السؤال من سؤال بنيضو دي سؤال عن لوب بهنين أو تعنط إيه وريرين إيه وحقود قضا أو بديين بيكوها لك سمين إيه واختلافهم اسمان راف كود اسكمان رافين على أنبياهم أنبياء اسكمان رافين حيث سؤال شبدا وحكين إسا اختلاف اختلاف كون حكين عدم الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم بوكين مرة دي سيدات هاي. فإذا أمرتكم بشيء شهدا إذن فروا فأتوا منه شيئا كلاي ماذا ما استطعتم واحد أودان. وإذا نهيتكم عن شيء شهدا إذن كرهبون دايد اللهانا وكهرنا فدعوه كتاقا كف هذا رواية معها النسائي أبو داود من وجه أنكم مرأي من حديث ابن عباس لو قلت نعم لوجبت ثم إذن لا تسمعون ولا تطيعون ولكن حجة واحدة رواية سننك هذان يقولون الله ها سنة كستوى الله اسكربا واجب أن نكون نقول الآن مرد واجب نقضنا ثم إذن لا تسمعون ولا تطيعون إذن ورك إذن ما إذن مقشين منا يا دعيسان وحلوق يهوي مرد يسيد هذا حج هل وحج بالذن كله كذب وحسودك آياتي لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم سورة مائدة بقول يكوم بقول كويتم بيهاي آيات هذا حديث كان لسعوت خارج صحيحين لسعوتين يساب نزولك وأها معي إلي هدي هوش الله سكوت كي نبى كإيماني. حديث كان مركا مسلم وسوع لندونا كتاب الفضائل مركا إنه قارنه لبكون صدح بقول كونتن يتضبو أي طرق بدن ككين دونا طرق بدن أيه كين دونا بخارينا هل ميل بكوريا أسوى حديثك أو ضمبة تضبو كون لبب بقول سديت نسديت بكوريا وحير بونا ككينا سوى سنة ودير وقسي سوتا وسوى الورود كوتا بخاري مكير انت ضمبك كينا كلي. اما مسلم الى افر طريق افر تابع يكور دونا ونقال دونا في كتاب الفضائل نبي حقوق يسمكو كاه الله يبين وكوغار دونا ان شاء الله تعالى. اذا نبي حنوش عليه الصلاه والسلام مثلا افر مسلو حديثك اصل وياه مسلو الكوبات اصوليه مسلو الكوبات ووجوب الحج في العام مره واحده ومسلا اصل ومعلوم من الدين بالضروره أصل الدين ومن أصول الدين مسألة لا بد أصل وياه مسألة لو يقان مسألة التفويض في الأصول التفويض مسألة إذا أصول كاجرول لسكوها يودي بدن وقال له قد وضوء الجواز العقلي يوص والجواز والوقوع الشرعي بالي هذا الجواز العقلي والوقوع الشرعي أو السمعي مع كجرة ماشي مع كجرة نبي حوري نبي الله مك سؤالش لو يدي وحوري هدان أور إدين ليه لها ها حد كم سنة والبال يسكربا ويدنكو واجب لها ويدنكو واجب لها هدو يدنكو واجب مدن أو الدين ما يقول نعم هدان ليه لو واجب لها ها إيا ما يدي سئين حكمك كحرية هاي بحدك عدي النبي قال حكمك النبي قال هذه سا إيا ما يدي سئين حكمك كحرية مسألة التفويض كل شيء في الأصل وحوي وحي لها هذا وكان نقاشين شافعين كهالي أبو عبد الله ما بنانتها إلهي سبحانه وتأدو مدي سأدون كمدو نبيا أما الرسول أما مجتهد إنو يجاهدو وحاف شيكتا حكم كياه سيدا ضبا أحكم بما شئت فهو الحق والصواب وإلهي نمرك أدون كعرف كي سوكر دوره وحان حق أهين سيدا أنبياء الرسول شبه اللغة إلالي
وحيالاح من لغة لغة أي عسم أوليه وأدونك أقول نقضى معصوم في فتواه واجتهاد مدعي كرتا حيث أسوليون أما من حيث الجواز العقلي عقلي هان مدعي كرتا هذا لكن شرعهان مدع عضي والنبي يقول ما الذي يوحد أن تفحكم بما شئت فهو الحق ولو حدنا ها حديث كان دليل لدين حديث كان دليل لو قلت نعم لو وجبت ولو قلت لا أنا لم يجب سوسدا ما هذا وحده وحاو دليل حديثك إلا الإذخرة حديث عباس الثمرتي فإنه لقينهم ولبيوتهم إلا الإذخرة سنوك في جهة دي هنبو حا إلا الإذخرة دين وتنوان في صحيح وتنوان جوشي هو رب ضم بيكينين وإلا بدأ حديث قيمة بدنيه لكن جمهور الأصوليين والديدين ما دعي كرتين دين وحين كل عليين قفك بن آدم كي وحو ربعين وحكومة لما أقلب هو النفس وي ممنوع وي وحالي وابد كبحثين بحثي محالي سكوهي حلقها الله يي إلهي نعضون كالتوسيو هوشن كوريجيو حقو إلى هذا وحن حق هاينا حكم ميسيد وما ينطق عن الهوى النبي قال لك يجي وانما يهوشن مرد على ميسا مردعين أن كان نقاش نموين علاوة كل الليسين إلا الصعونة يسمى محايلة وخارج عن محل النزاع مثلا التفويض بأن الله يقال نوحا له بدأ يأين أيضا إني عقلا بنانتها لكن لم تقع شرعا وسمع أيضا دعين هوشا وبوحي ونبحر لو قلت نعم بوحي ذا لها ما ها باجتهاد بوحي من الله سبحانه وتعالى وإلهام منه أدان أرن لها ميدا أو الدين نبحر كبر رميا وحلوه فصحي أما لو وحيدا كما ورم أيها الكلاء طيب قيبت أن ذنبي سؤال مسألة صدحاته وأصل كوية وحوية مسألة الأورنجري مأمورات كي منهيات كيباء أذك كيباء شريعة كحيك بدن المنهي عنه والمأمور به أيهما أشد وأعظم وقعا في كتاب الله وفي سنة محمد جمهور الأصوليين وحي الرجحان نهي قادرا نهي قادرا بي الرجحان ويو حين وضع ركتان من سود نياي وحاله ما كان واحد فرو كلا إما لا وحيات كأودان وحال إذا كرهبين كتقدان دمانت كف هذا كان سجد كيس الله مصوم مركرو وحبل الله قمت تابن كرو إلا لضرورة أو إكره أما شيء الله يسفر محل فات منه ما استطعتم وحد أودان كلا إما لا شيء الله يدي يمتك اللقي يدي لما أجمري كرو وحال علوس إيه متكلي لما أجمر كره هبا يراتي مرقة ساسي وبدين أما شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم سوء يوحيدين مأمورات كحق بدن في الشريعة محايلا مأموركو شيء لا سفرها يو وفعل لا إماشو شيء لا صمين يو من يقولنا وواحد كتكي سوى تركي صلاة وتكون وفعل وهذا الجمي ذلك خير كبات فري وذلك إحسان فري وزكدة بات بحيني والثومي والحجي يعني وأعمال بالله إيمان مأموراتك من هيات كوامح واحد كتب يسود كأمصيس بنت ما تكلا أمص زنادي بنا كف جاني خمر العب ما يسيد ضدك حمان ما يسيد واحد ديلي ما يسيد حق دراء وترك ترك وادب يريده وها علوس شيء قال الله إيمان إياه فعل كعلوس بالدليل بيد هذين صدم وجيب ابن تيمية ابن قيم الله حدا بوكارسي كتاب الفوائد قال واطني صدح بكل شيء إن المأمور أعظم وأشد وقعا ومرتبة في دين الله من المنهي عنه بدليل هل دليل باكو قفلا نبي الله آدم قيد بالغ الربا عنهم بالليلي شيء لغ الربا بكود عي عقابات سمعين نقط إن جنة لغا صوب بحي أدون كنو قد قمو أسوى النبي أو سيد ترمو أمدنا بلايين تا ملايين تا يكتمات إبليس يالي لسجود ومأمور به كدن ما يقول محاك راعي وهو قالوا بي نار بنكو وراهية مرك ارتكاب المنهي أخف من ترك الفرائض وكي سلفك إلى هذين مرجعان الله يا ابني والكبائر اللي قدعه يمنهي اللي قدعه كلام مدقين صلاة دي حجك الزكاة دي صنك والله قدتك ترك الفرائض لمد معها ارتكاب المنهيات وارك الشغل سامي التيمية وأود وكش يكتي أيام من حيث الدلائل الحب بدن
لكن ومسألة إسقاطية حديثك أصل مسألة أوية نول بواجيتها مسألة أفراد أصل قوية وامحي حديثك أصل قوية هاي ها بس قاعدة أصل بوية وشيء وحكا أود كتك ميسيت أنت تكأود أنت أذن أود درت وحكا لقتك ماي الميسور لا يسقط بالمعصور بالليل هذا قاعدة أصل بوية أفرتا قاعدة حديثك أصل بوية فروع بدون الفقه أنا ويكب حيزا أو سؤاش الليلة سؤاش والله بقيبوت نبي يقول ديد عليه الصلاة والسلام سؤالها بين إجدا هي ووحي آذين يهودي النصارى يكون هلاك سمين حديث واتقرنا إذن ريب بنو إسرائيل مرك اللي ده نافك اللقطة الجورعة حديث مرفوعها نبي وحوري على كلام في صحتي نمنا وحجي نمنا وضعيف يعني نبي وحوري هذا مرك سأوصل بحين با نافك اللقطة جورعة جورعة هاي لكفتهم ولكن تشددوا فشدد الله عليه ويس كل شيء ما بالكلمة ما كبحية ما كأقل اذبحوا بقرة الذي يديه وركم هاي ذي قليي وحكاد عهد القرآن سورة البقرة جزء كوركا آخرية إذن حديث كان سحابة قوة تحسين يعني إنه كثير رأسه قوة ضعيفية لبن بلها قبل وحوي سؤال شو والله بقيبط سؤال التعليم وتعلم لواقع سؤال وحد كبرا نيسو أما أرضي أضح كبرا نيسو وحجروا واقعوا تناعات كقه الله يسو ويبنان طيب بالإجماع بلا كراهية أرضي قبل سؤال ويدينيسا شيخي بد ويدينيسا أضع مفتقي ويدينيه وسؤال كوكو تاغن حالة تاغن يدب تاغن اللقود دوينيه وسؤال تعليم أو تعلم لما هو واقع هذا نوازل لقمه الله تأين يبنان طيب إجماع المسلمين وتقران كبرا السحابة النبي قال ويديين أحاديث كبرا طيب سؤال أن ممنوعين لأقلوام حيوامد الله بقيبوت وحان دعين وحان دعين هدوي ماد إن شر هدي انتي لدل دلو أولا الله يهرق يدي الله أروريو وكذب مقار كذي سانتي دي جاكت لغسنا ملوك توانكرا إفقادو كان نقاشي نيو ويساقب هدي مروضي حق دمان توكاق على أفكي سوكبحو ويسيد ما كتشبتي قبيس ملوكو له يوجب هذه اللوج اللي يده ويسيده كم أشهر من ما نحن اللوج اللي هذه لكن اللوج اللي ماشي قال ما كده عليه اللي حلم كبا كور رأي غرائب هو غرائب حيوان نوعاس يعني وحن أن دعين أو ملأ أولا باهنا يمد أقى بين هديته وقت لم يسوي عمرك هذا هو كقيمة بدنيا وحن لو باهنا أذكو خساريسو عمي كفا إيسو تاسلف كويت ديدين أدبن وقد قال لمن دعوها تقع بيدي جرين كلا إلهي كدع إيسو سوكا مركا يدعوه إلهي با علم أصو ساري مسلمين تنين ربي وافتش اللواي مهيو وذات كوها بسد اللواي مهيو دايا ما هذا يدينك علم وضمان كرتاني يا كوي علم نقا وضم بين وحن دعيها نقو وريرين نده مركا يدعوه انت جوكتا كفت وندون تغير بعيدان زمالي غير نينك جوكا لقود دلائب عليك كل بني كيتشوكا مرتب أنا هاي إن ليال بن حلان ماشي بري هالكو طالما هذا أقول ما هاي ما حلو وحرزا هاي سؤال شكالي سلف كديدة وام هاي وامدة تعنت كا إيه وذات كل قدي ما هايو إيه باهي تشرين الأغلوطات حديثه كتل المامي وحن الله بهنا قط قط لا بد أصلا لو قالين ولا كوحي التعليم يتعلم قصة أبسن واقعنا كور رمية وبنايا ديك لجارك ولا قام بحاجة سو مركا ايسان هولها اسكو خلدان مركو او هريسان نبغو وا اوديدا صحابدو وا كجوجيي وا كي دهين صحابدو اياتا مركي سو دغت وخي كدنباي نبغو سؤال ما نويدين جير هادان مهاجرين انصار ما وحان جعلان جيراي نين ريميو عقل بدن او ذكي اه او درع انتو نبغو ييمادو انو سؤال فعن نبغو نويديو انا وانا كفايديسن ابو الرزين العقيل وكي جعلاي انو نبغو سؤال ويديو سؤال مهم عقد يكون أصولي يكون فرع فرع نبغي ويدين جر ريميجا ونبغي وقرا محايا لا يقول لما تشوغا واقعا لما تشوغا نبغي ما أكتبنا أرض توصى ما أمر مر بيسور دعان ووفدي سعودة ما أنك وحي قاطان بي الله كعابدا مدنان قونا وإن الله سيو أيوب أنصاري المهاجرين وحر رجل أوي ريميجا وحر مرودي
لحجيدانيس أمك الله مسلمي كرو نبواك لقاب مرضاً بي مركز دين تسيف عنه فهمين باشو بيادك تاي أيو نبقو كفوذة يا صحابة أيضا يسيدها تايها دانا وكاتوك صحيح قرن إيسان تضوحا أخير دانا أندن ببادان نين شيء مد يعني لحرم انتو ويديي سؤالش درت الله حرمي زمن التشريع بهوشان خصيصا وده دورنا لي ما كان صوره ابنه وما لبدا تفصيل كالقادنا وحان دعيو النوازلة يسؤال تعانو ذي قد قد يحمانا ممنوع ويوربان تاي سؤالش التعليم يتعلم كسابسا واقعنا كور رميسا ويفران تاي مع صوري حلي النبي قلنا لاي هادو اي نجون ويكال الدوينه لماذا زمن كأساقع زمن التشريع بوها سؤال وحبا كحدنا قد قد كينين لا إذا ولا جي يا أبو ربي نقول أتكيو وحكم أذن ماشي لقى سودة كيو مركا إنه دردين وين يو فنشو نبي الله فنان أي عقابة يك سودكتو إذا هوش هذي لقى تجي وحويان وح السؤال يدان الله أركو حتى تقديرات إن وازل به النقطة ويبنان تي وذا دورنا يا وعليه جرى عمل الفقهاء المتأخرين ودكتور هوش أيضا حديث كي أبي الدرداء بأصل مسألة وآه ما حل الله في كتابه فهو حلال وما حرم في كتابه فهو حرام وما سكت في كتابه النص واستنباطا باللوجدة فهو عفو منه فاقبلوا من الله عافية وما كان ربك نسيا حديث كي ليسكوا هي سحادي سيئيو ضعف إيسا بأصل ما شاء الله نبنوا آيات داسو أخري وحو إلهي بني كتاب سكوا بني وأحلال وحو ربي حرم كتاب كيسا سنية كتاب نصا واستنباطا وحرام وحو ربي كأمسي وعفو مرتبة العفو بها اللي لها ده حلالي حرامينا ما وهول نوفى الصحيو أنسك داقي كرو طيب انت بصوماها إلهنا سبحانه وتعالى شيء حكم كسوها المامي مجره وما كان ربك نسيا وحو حكم لأن ربي كتقي قاعدة وين بالردي والوزق لنا نصا أو استنباطا أدونا شريعة إنه ما مولينين أو يسون حكمين أسرع شخصية دي سمت شرو أفعاش مكلفين تي أدومونا شريعة حكمتا نبي محمد ورسوله ياي حلق الله صوت ردت كقدم إلى قيام الساعة أيها سي إلى قيام الساعة من دون وحي سمين أيام أو قول يا فل اعتقاد نبي حكمي عليه الصلاة والسلام وحي كتاب كالقيقات ما فرضنا في الكتاب من شيء تبيانا لكل شيء وعام محفوظ بإجماع أهل القبلة لما خصيص كره هذا ترى شرع وحي سنحكمين باجرة أما أقون درا كويسة أما الزنديق قالوا في النص وحدي باطاي والنصير هاي لبدا أم باكويسة هاي إلى شرع وحي كتكتم مجرة إما نصا أو استنباطا لكن وحاكو هاي سيدا لو غلا صبحوا كتاب القرآن كأحكامته إيه سنة وحي لو غلا صبحوا وان وحاطا نيمان فول مبر ان سيده لو قران فرس غرنين مسار ما هيستي اد كو اديغتو جديبك اد حابده كو تسفل بادن غرنين هذا غرنيس وركن كو ما دو قادا شين لانه ور علوم ما قرانك يا كتابك ربي يا سنه فسيريسا اصول شاهد اجماع المسلمين وحلا لغا تغي ما جرو كتاب هدي لا شيغنا اسغا لو هل قبسن لا واحقديس وي لا سودان وا كلكالياشي زباله هي اي كو دوله هي وي marka gabagabad waa maxay أدون حكم الشرع على كبح كرمي أجر مايا أدون كافل كيس الشرع على حكم إيس وحين شرع حكم إنه مجر أما هو حلال أما هو حرام أما هو مرتبة العفو أو إلهي إنه فصحي وما كان ربك نسي